مدام وايده كده، احنا عاوزين نوجه رساله لكل اولياء الامور والطلبه بتوع تانية ثانوي عشان الموضوع بتاع اللي حصل في النتيجه ده. بص يا استاذ اسامه، انا عايزه بس الناس كلها تتعاون معانا بكره ان شاء الله، تمام؟ احنا هنكون واقفين عند رئاسه الوزراء الساعه 12، يعني من 11 ل 12 كده هيلاقونا واقفين الناحيه الثانيه على الصف الثاني، تمام؟ انا عايزه الناس كلها تساندنا، لان دي يعني اخر فرصه لينا، يعني هو ما فيش بعد كده سقوط، يعني كده في سقوط وما فيش بعد كده. فاحنا مستنيين ايه تاني؟ بس انا بطلب من كل ولي امر ومن اي، لو حتى في طلبه هتيجي، انا بطلب منهم الهدوء في المعامله، ما يحتكوش بحد، حد شرطه جت كلمته ما يكلموش بحد، دول برضه اخواتنا ودول برضه اهالينا، فاحنا لينا مطالب بنقدمها، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا عايزاهم بس يكتبوا المطالب بتاعتنا في يفط ورقيه بس مش اكتر، هي دي اللي احنا عايزينها، لكن ولا احنا نازلين نخرب ولا احنا نازلين ندمر في حاجه ولا نشد مع حد ولا نتخانق ولا الكلام ده كله. ما هي دي اهم حاجه، لان احنا برضو دي بلدنا، مش عاوزين تخريب، مش عاوزين اي حاجه تاذينا ولا تاذي بلدنا، احنا نازلين كل اللي هم عاوزينه، الطلبه اولياء الامور اللي هم عاوزينه، احنا عاوزين درجات ولادنا، مش عاوزين اكتر من كده. لكن اسم حد ينزل يخرب ما ينفعش خالص، محدش يحتك بحد، وفي نفس الوقت محدش ليه مطالب غير اللي هو مطلب واحد فقط، في ناس عاوزه اقاله وزير التربيه والتعليم، وفي ناس عاوزه درجات ولادها، مفيش اكتر من كده. لكن لا، وزير درجات ولادنا، انت عندك الاسئله اللي بتيجي دي احنا مش عايزينها. الاسئله اللي هو بيحطها دي احنا مش عايزينها ورافضينها تماما. تمام. طب الناس تتواصل مع حضرتك ازاي يا مدام هوايد؟ يعني يبعتوا لي على المسجات على الماسنجر بس مش اكتر، وانا هفتح الازهر واشوفه، بس انا بس من هنا لاخر النهار بس اكون خلصت اللي في ايديا، وان شاء الله باذن الله اتابع. يعني المهم بس ربنا يكتب لنا الخير، واحنا لو حابب تبعت لهم رقم تليفوني ابعت لهم رقم تليفوني. مفيش مشاكل. طيب، وطبعا دي رساله برضو لرئيس الجمهوريه اللي احنا بنطالب. انا بقول لرئيس الجمهوريه انه يسمعنا. اسمعنا، انت بتقول ان دول ولادك بيضيع، وهل انت كل ده مش شايف اللي بيحصل؟ احنا مش هنتحمل اكتر من كده، يعني ما فيش ام تتحمل اكتر من، احنا في عذاب. انا واحده معايا 2 ثانوية عامة، انا معايا ثانيه وثالثه، يعني انا من هنا، انا متهيألي شهر كمان انا هختفي، مش هبقى موجوده اصلا. فانا عايزاهم يسمعونا بس مش اكتر، لكن احنا زي ما بنقول ولا احنا هندمر حاجه ولا احنا نازلين نخرب ولا الكلام ده كله، احنا لينا مطالب وعايزينهم يسمعونا. واحنا لو ما كناش لينا الحق ما كناش هننزل عند رئاسه الوزراء، واحنا ما قلناش كده التصريح ده امبارح بالليل الا بعد ما طفح الكل وفاض بينا. انا ما قدامناش حل تاني، احنا كل شكاوى بلغت نائب عام وزراء في كل حته قدمنا، طب نعمل ايه تاني؟ محكمه واتمرمطنا فيها، طب نعمل ايه تاني؟ فهو ده الحل الوحيد، انا كلنا مش شايفين ده الحل الوحيد. والمشكله ان مفيش في وزير في الدنيا عمل كده بصراحه، مفيش دوله في الدنيا ولا وزير قبله ولا بعده عمل كده. بص، انا عمري في حياتي ما اسأت الوزير، انا عمري في حياتي ما اسأت غير لده، لان انا مفيش وزير تربيه وتعليم مربطنا بامانه الله. ده حقيقه. ده حقيقه. احنا عندنا احمد زكي بدري كان من احسن الوزراء اللي كانوا موجودين، والوزير اللي قبل ده برضه كان كويس، ما كانش وحش. احنا اتعلمنا على فكره، احنا على التعليم القديم اللي هو بيشتم فيه اللي مطلع علماء دلوقتي. ايوه، حصل. وانت عارف والله كان في ناس ما تعرفش حتى اسم الوزير التربيه والتعليم. هو بيتكلم دلوقتي وبيقول لك انا بعمل كده عشان ولادي عندهم متعه تعلم، والكلام متعه التعلم ده انت توديهم للاسفيه بعد كل ده بياخدوه، ساعتها هيحسوا. تعمل لهم مسابقات وتديهم جوائز، هيحسوا بمتعه التعلم. لكن بتتكلم في متعه التعلم انك تجيب لهم حاجه ما يعرفوهاش وتقول لي متعه، فين متعه التعلم يا استاذ اسامه في الموضوع؟ مفيش خالص، مفيش والله. انا عندي طلبه نايمه امبارح، احتمال النهارده تلاقوها ميته يا فندم. ما حدش نام من امبارح، اقسم بالله العلي العظيم لحد دلوقتي ما حد نام. تعالى شوف الجروبات والشحن اللي على الجروبات عامل ازاي، ده في احتكار شديد جدا هم مش حاسين بيه. وغير كمان يا مدام هوايده، في طلبه عندي اعرفها ما بتذاكرش وجابت درجات نهائيه. ده حصل. وطلبه والله متفوقه. حصل. متفوقه وسقطت. حصل. ربنا يسترها بس، ودي رساله هنقدمها لاولياء الامور وكل تانية ثانوي وكل التعليم في مصر وكل المسؤول عن التعليم في مصر. ده كلام مدام هوايده حجازي يا جماعه، بالطالب رئيس الجمهوريه. وانا بشكرك والله لتعاونك معنا طول الوقت الحقيقه. والله الحمد لله، وقناه اجيال اندلس والله هي واقفه مع التعليم، يعني احنا عاوزين تعليم صح، مش عايز اكتر من كده، لا تخريب ولا غيره، بالعكس كل هدفنا
رأس الدولة التعليم، مفيش أكتر من كده. وإحنا بنساند، بنساند جيشنا وبنساند شرطتنا وبنساند كل الناس، بس بشرط يا جماعة دول ولادكم، دول ولادكم، اكيد في ضابط شرطه، اكيد في ضابط جيش، اكيد في ناس وزاره. قلنا الكلام ده والله العظيم. ايوه وفي نفس الوقت كل واحد ليه ابن في مدرسه. يا استاذ اسامه احنا لما بننزل نروح المحكمه او للنائب العام او اي جهه بنروحها بيبقوا متعاونين معانا جدا عشان ولادهم في ثانوي هم كمان يا استاذ اسامه. وخلي بالك الناس كرهت الثانوي، والله والله الناس كرهت الثانوي. ربنا يسترها مدام هويدة، وان شاء الله نبلغ رسالتك وهنحطها ان شاء الله على القناه بحيث الناس كلها تتواصل مع حضرتك ونشوف الدنيا فيها ايه، وان شاء الله الرئاسه هتسمع كلامنا، وان شاء الله الرئيس بقلب الاب على اولاده ان شاء الله هينفذ مطالبنا ان شاء الله. ودي رساله لك يا سياده الرئيس اهو، رساله من وليه امر كانت في العنايه المركزه وحصل لها غلطه وحصل لها حاجات كتير جدا، وده جزء بسيط جدا من اولياء الامور. هتشوف كتير يا ريس ولادك بيضيعوا، انقذ ولادك يا ريس لانك انت في ايدك الحل، ربنا يسترها. والف شكر مدام هويدة. الله يخليك، الله يخليك، مع السلامه.